بني آدم النشيط وفي الكسول. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فالكسول شلون تخلينا يصير نشيط؟ مو بالخير تحتاج، انت تحتاج. صح ولا مو صح؟ ضرب فن على قولتهم، فن جوكي بس لانه ما قالوا له شيء شكله مسموم. شلون قلت انا ما ضرب؟ اطلع برا الموضوع. ترفع اليد والطق، هذه اسمها الطق. نسوي عدنا. إذا اليوم فوز بيقول لنا إنه ترى فعلاً عبد الله الكويتي بيرجع في أشواط العربية. إيه. والله أتمنى أي حصان بيفوز، واللي في بالي في بالي. أبا 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 أبا. ومن الجانب الآخر طفوة لا تزال الصدارة مع دولية وطفوة. لا تواجه النقد بالزعل، ولا تواجه الهزيمة بخيبة أمل، ولا تواجه المدح بغرور، ولا الأسئلة برد غير مفهوم. أحياناً ممكن تكون صاحب فكر وطموح تشوفه بوضوح، لكن بدون صوت راح تظل واقع مجهول. ولا تقولون لي كلامي وايد فلسفي وبالنسبة لأهل الخيل لا مقبول ولا مفهوم، أعرف أن كل معنى أقصده يوصل للمكان المطلوب. يوسف، هاي الكلمة مو مقبولة بالنسبة لي. ما الخيل ما تحبه. ما في اي مخلوق يحب يطيب. لا انا بالنسبه لي مقبول. ما تقدر تسوي شيء. اوه، نسال شي نخلي. ما شاء الله وايد اليوم. 16 مشارك بينهم 3 مرشحين، الدره وهاج ومدار. واعتقد انتم مثلي في هذه الاشواط تبون تعرفون من بيثبت نفسه في السباق. شوط نفس ما قلت ميدان، شوط مفتوح، الكل يجو يغلب، ما تقدر ترشح فيه اي شيء، بس قبل الشوط تقول الدره. الدره يعني شنو؟ في سباقها الافتتاحي قدمت سباق ممتاز، حلت المركز السادس في مسافة 1600 متر. اليوم 1000، قولي ليش؟ أعرف أن أنتم بداية الموسم تجربون وتغيرون. بالضبط، خصوصاً الدرة يعني ركبت سباقين، سباق في 1000 اللعان، جت ثاني
صديق ما تذكر هالعام كلش؟ بلى ربطت سباق واحد وجا الثاني يوم عنتر غلب. اي صح. احتمال في الخط في الامتار الاخيره في حصان او فرس سوي المفاجاه، بس ما نحدد يعني بالضبط. كنت ابغى اكتفي بالحديث عن الدره ونعطيها فرصه تثبت نفسها وبعدين لكل حادث حديث، لكن عقب الامال اللي سمعتهم عن ملزومه وتبيان ما قدرت ما اسال عنهم قبل السباق. ايش قصه تبيان وملزومه؟ وش فيها؟ وين سيدوه؟ سيد هادي. ملزومه سيد هادي. سيد هادي. وتبيان؟ لا سيد هاشم ابو هادي. اكيد تذكرونهم تبيان وملزومه كانوا عند جيمس العام. احنا من بيفوز سيد هاشم ولا سيد هادي؟ ما تقدر تقول من اللي بيغلب الشوط. بس قبل الشوط تقول الدره، بس عقب الشوط اللي يوصل الفوتو. جائزة لروف أند ريسينج انطلق أول أشواط الأمسية على كاس شركة مصانع بلاستيك تايلوس من مسافة 1000 متر للجيادة المبتدئات التي لم تفز من قبل إنتاج محلي بمشاركة 15 من الجيادة اللوكال بانطلاقة مدار، هي التي تتصدر السباق من البداية مع الفارس أندرو إليين، تلحق به ثانيا نيفي بلو مع الفارس ميثا محد، بينما المرشحة الأولى الدرة هي تتقدم الآن وتخطف الصدارة في هذه الآونة من مصلحة الدرة المرشحة الأولى الذي تنحدر من سلالة كانفورد كليفز. إذن الصدارة الآن مع الدرة، وهنالك أيضا محاولات من قبل مدار المرشحة الثالثة في هذا الشو مع أندرو إليت. إذن الصدارة حتى الآن مع الدرة، مع لينيو مان على صدارة في هذا الشو، محاولات أيضا من قبل وهاج، وهنالك أيضا نيفي بلو، لكن الدرة ها هي تقترب الآن من انتزاع أول أشواط الأمسية. إذن الدرة بكل سهولة وأريحية تخطف صدارة الشو الأول على كاش شركة مصانع بلاستيك تايلوس. إذن الدرة في المركز الأول، نيفي بلو في المركز الثاني، مدار في المركز الثالث والمركز الرابع. يعني المرشحة الأولى أثبتت نفسها اليوم، شيء طبيعي. طبل العفو عند نخبة نقدر نسميهم الحين نخبة، خصوصا الانتاج المحلي، منهم رماني ومنهم غرايب وهي اليوم الدرة. أعتقد هالنوع من الأشواط اختبار جيد لقياس المستويات، خصوصا الثلاثة اللي وصلوا آخر ناس. أما ملزومة وتبيان هذه بالضبط اللي يسمونه الامل الكذاب. لا لا مو اقصد انا الخداع. لا لا ما اقصدش، يعني واحد يتفاعل ان نشوف تمرين حصانك زين وحديدته طلعت برا. تكلم من السيد احمد ما قاعد احنا سيد ويتصل في ذي ويتصل في ذي، يعني انا قلنا انت صدق كان عندك امل اصلا لما زومت تفوز؟ لا مو تفوز، ما كانت يعني عندي لا امل عليك. لا عندنا كل الصراحة واجد قاعده تتمرن زين. تبرير السيد كان انهم طلبوا من احمد مكي انه يطلع في المقدمه من بدايه السباق، لكن ما صار. بس السؤال الحين، يعني لو طلع في الامام كان فازت ملزومه في السباق؟ ريجولار حصان جديد، حصان قاعد يشتغل زين في التمارين. ذاك المرة كان بتور مرشح أول وقلت لي ما أدري، اليوم ريجولر مرشح أول بتقول لي ما أدري ولا؟ وسواء بنتابع بس المرشحين أو لا، ريجولر، داركاش، كولمي جرامبي، يبقى في غيرهم 9 في السباق. تقول لي ما ادري ولا اكيد لازم، لان اول مره الحصان يسابق المسافه، هو الحصان في ال1400 تميز غلب في ال1400 ركض كله 1400 المره 1200 مستقيم واول مره على مضمار البحرين. خيار مستوى بعض بيكون شوط مفتوح ان شاء الله. المرشح الثاني داركاش، تعرفه داركاش؟ انا شفت داركاش صح مرشح ثاني، ورجعت اشوف الهيستوري وشفت انه هو ترى يعني كان موجود ترى الموسم اللي طاف، بس أيوة. انا ممسوح من ذاكرتي، يعني ما تذكره خير شر.
أول سباق له كان 1200 متر حل في المركز الثالث. هم عندنا الخبرة على هالمضمار وعندنا نتائج طيبة الموسم الماضي، أتوقع حول أقرب للفوز. واللي عند جليل؟ الأقرب إن شاء الله بيكون جليل، حق جليل ملاح. حصان زين بس أول مرة يركض على هذا المضمار. يعني في إيه؟ بس هو عنده مستوى كلاس فالأقرب للفوز. في إيش واط إحنا نتوقع شلون السيناريو بيصير؟ أوكي؟ يا أن هي أشواط تكون فيها نفس الخيل وإحنا حافظينها، يا أن نعرف نوعية الخيل شلون بتركب إلى آخر. نرى الآن مع مصيب مارشال سيارس على صدارة هذا الشو. مفاجأة قوية. الله مبروك. مفاجآت. ريجولر مع بادي ماتر، لكن الصدارة مع في الشوط ما أعرف شلون بيمشي. والله وأنا نفسش. لأن خيل أكثرها جديدة. اللي بتسابق أكثرها خيل جديدة، يعني إحنا ما ندري شلون بصير ستايل يعني الانطلاقة، من بصير في المقدمة، من بصير وراء. إذا انطلق الشوط الثاني أيها المتابعون الكرام على كاس شركة مصانع بلاستيك تايلوس من مسافة 1200 متر بانطلاقة 11 من الجياد المستوردة ثيربريد بانطلاقة بورت الهول، هي التي تتصدر السباق، بينما تغيرت الصدارة الآن لمصلحة المرشح الثاني داركاش مع أنس السيابي يلحق به ثانيا، هنالك المرشح الثالث كول ميغرومبي بشعار الملاح سينديكيت، بورت الهول في المركز الثالث، بينما رابعا هنالك أيضا مصيب مع مارشال إسرار يارس، والمركز الخامس هنالك يتواجد المرشح الأول ريجولر مع شعار المحمدي ريسينج، بينما انطلاقة مصيب مع مارشال سيارس هو الذي يتصدر السباق، بينما هنالك محاولات ايضا من قبل بارت الهول بشعار بوكنان. اذا الصدارة الان مع مصيب، مارشال سيارس على صدارة هذا الشو، محاولات ايضا من قبل ريجولر مع بادي ماتر، لكن الصدارة مع مصيب مارشال سيارس، هنالك ايضا محاولات من قبل ريجولر، لكن مصيب يقترب من انتزاع الشوط الثاني من سباقنا لهذه الامسية. اذا يعتبر مفاجأة، يعني أنا الصراحة ما يعني ما أتوقع مفاجآت. مفاجآت بس اللي يقرأ السباق يقدر يحدد بالضبط. الحصان راكب أول سباق، يعني شوف نفس اللي قلت بالضبط، أنا توني والله قبل الشوط قاعد أقول لهم مو بعرفة أقرأ السباق. مصيب يعني على اخر سباق شفناه في المركز الاخير ركض يا خيل اقوى من الخيل، صح هو حظ المركز الاخير بس ما كان يعني بعيد عنهم، ادى اداء حلو مع ان انا اعرف حصاني مو جاهز مو زين، فادى اداء زين فحافظت عليه، جمعت شوي، عدلت ميزانه في التمرين، طور من عقب ذاك السباق واحرز المركز الاول. متوقع الحصان وصلاح مهدي يقول ليش يا باب بتشوفون السباق الثاني الفوز. هو هاي حصانك ها؟ ذاك في يوم الافتتاح اللي هو الأسبوع اللي يعني أول صراحة. إيه أول أسبوع لوني كريك. إيه. حتى يعني ما حد توقع. إيه هذا مو بهنا، أنا ما متوقع لأن الحصان ما عنده لياقة وأنا تنقعد يأدي لي على الجرامد الرمل. ما قاعد يعطيني تمرين. فكم تعرف ولا لي؟ لا هاي حصان شرينا ب400 دينار. سك شرينا ب400 منه. بس احنا لما نروح الناس تتكلم عن ان اشتروا ب400 بس يروح يشتروا رعاته في عمر السنتين كم يشتروا الحصان شويه، احنا يعني الحمد لله واحد ياخذ حصان وهذا توفيق من رب العالمين. يصير بس نرجع للسباق ونشوف اللي خذت كل الوقت اتكلم عنهم قبل السباق، ريجولر كولمي جرامبي وداركاش، واولهم ريجولر. قاعد اسال الجوكي اساله قلت له ترى يعني حصانك انكسر اكشنه بامكانه يغلب بامكانه يغلب، قال انا بشوف يعني دال ستيوارد تكلمه وانا بتكلم، ما اتوقع انه اثر عليه حتى ما يعني ما ضايقه كلش وكان يقدر يعني يسحب حصانه على خفيف. الفارس ايش حس فعلا؟ حس ان الاكشن انكسر ولا لان الحصان كان جايب يركض دش عليه رد جودا عدله مني رد بعدين جاء على برا، يعني الحصان خلاص من انكسرك شينا يتخربط على ما يرد ينطلق مرة ثانية خلاص طوله. ثانيا داركاش ما عالجوا المشاكل اللي فيه
ما أتوقع بيكون يرجع للمنافسة نفس العام. وثالثاً كول مي جرامبي، صح كان موجود الآخر الأمتار لكن ما شفنا اللي من المتوقع منه في السباق. نفس ما قلت لك عن نفس الحصان، حصان ملاح، حصان اختبار للمسافة، حصان زين، حصان يشتغل واجد زين، بس كان له اختبار مسافة، يعني متنزل مسافة 1600 لمسافة 1200 بيكون فرق شاسع بينهم، لأن مسافة 1200 تحتاج يعني سبيد، تحتاج سرعة قوية يعني عشان يجي للمسافة، فما خدمت المسافة. وآخر شيء يصير أقول إن فيلادلفيا ركض أحسن مما توقعت في السباق؟ أثبت نفس ما قلت، فأنا ما كنت متوقع أنه يعني، فيمكن كان مسافة 1004 أفضل له، بس هو قدم يعني الحصان. الصقلاوي 1578 وكحلان عافص 1695 وهم المرشحين. وما أدري، أحس شوي صار في أشواط الجياد العربية صعب التخمين، والحين بتعرفون ليش. بس قبل لا نتكلم عن المرشحين، أنا أبي أعرف الصقلاوية وين. إن شاء الله بتشوفينها في الكوس الكبار، إن شاء الله الكوس الكبير. خشها محافظ عليها، ما بيطلعها الحين. لازم يعني شوي نخشها شوي حق شوي جدًا. إحنا نطقطق بالموجود دلين. والحين خلونا في اللي مشاركين. شوط صعب، أنا أتوقع بيكون كحلان عافص 1695 هو اللي بيكون الأقرب حق الشوط. إذا كحلان عافص مال الكويتي فاز اليوم، بأكد لنا إنه والله ترى أوكي عبدالله الكويتي بيرجع في أشواط الجياد العربية. إذا لا بنقول مع السلامة. هو المدرب أبخص بحصانه. تكون بين الصقلاوي 1578 وكحيلان عافص 1695. وكحيلان عافص 1695 والعام قدر يعني يفوز على صقلاوي 1578 فارق أطوال تذكر. بس الموسم غير يعني أتوقع الصقلاوي يمكن يكون اليوم في أفضل حالاته، ولا أنت شو رأيك؟ أكيد هو الحصان زين، مو يعني الحصان مو زين يا ديلين الخيل، هو زين بس استبعد إنه يفوز. الصدارة في هذه اللحظات من قبل الصقلاوي 1564 مع الفارس إبراهيم نادر خطوة. استبعد من هني حتى هو يمكن يغلب، لأن لازم الحين يعني يمكن الصقلاوي مال يوسف يمكن يضر السباق اللي طاف، يعني راح سباق تاف، يعني اتوقع يعني يمكن اذا ما كان تعبان بيكون منافسه قويه بينهم، يعني بين كحيلان عافص. هاي الاراء اللي اشوف اتوقع العكس، الصقلاوي 1578 هو الافضل من كحيلان عافص، واخر سباق كان منافس افضل حصان في العربيات. ترى كنا انس الصقلاوي انس بلانكر لعليه قوي. دروف أند ريسينج انطلق شوط ثالث انطلاقة بطيئة للجلابية 1709 من البداية، بينما انطلاقة سريعة للحمداني 1680 مع الفارس عبد الله فيصل بشعار فيكتوريوس بالكاب الأحمر، يلحق به ثانيا الجلابي 1656 مع الفارس روزي جيسون بشعار الصخير بالكاب الأخضر، بينما ثالثا يتواجد الصقلاوي 1564 مع إبراهيم نادر، والمركز الرابع هنالك الصقلاوي 1578 مع أنس السيابي الحائز على المركز الثاني في الأسبوع الماضي، بينما المركز السادس هنالك أيضا تتواجد المصنع 1724 مع حسين مكي، بينما تأخر حتى الآن للجلابية 1709. هنا الدخول في المنعطف الأخير الآن باتجاه خط النهاية، لا تزال الصدارة والمركز الأول، بينما تخطف الصدارة في هذه اللحظات من قبل الصقلاوي 1564 مع الفارس إبراهيم نادر خطوة بخطوة، مع الحمداني 1680 مع الفارس عبد الله فيصل، والمركز الثالث هنالك يتواجد حيلان عافص 1695 مع حسن الصفار الذي بدأ في الانطلاق والاندفاع من جانب السياج، وهنالك الصقلاوي 1578 مع أنس السيابي. إذن المرشح الأول والمرشح الثاني، للمرشح الثاني حيلان عافص 1695 على صدارة هذا الشوط،
مع الفارس حسن الصفا الذي يبحث عن اول انتصاراته. انس السيابي قادم مع الصقلاوي 1578، لكنك حيلان عافوس 1695 مع حسن الصفار وعبد الله الكويتي يقصد صدارة الشوط. عاد احنا قبل الشوط يعني قاعدوا يقول لهم اتوقع اذا عبد الله الكويتي فاز في ذي الشوط بقول بيرجع. إذا ما فاز بقول خلاص باي باي. لا فوز جميل ويستاهل حسن الصفار. مو بس مو بس أنا سافر مزاد وهذا تأخر برا. مشا صان زين بين يعني من العام زين في شوط ركب أندرو أخره بعد ثاني. ومع إنه فاز إلا إن حسن قال إنه كان ثقيل شوي آخر الأمتار، والصراحة أنا أحبك حلان عافص واستأنست إنه فاز، لكني كنت متوقع فوز الصقلاوي. إذا كحيلان عافص تعب آخر شيء معناته أقدر أقول أن الصقلاوي بعد كان تعبان اليوم؟ ببين شوي إرهاق فيه حصان؟ لا مو تعبان عين بالعكس أدى أدى زين. فخبرت المدرب عن الحصان فقال هذا عالم الريس تحدث هذه الأشياء فرق الوزن. بالعكس أبارك حق أخوي عبد الله حصان ركض زين وأنا خيلي ركضت زين، يعني أنا شفتي مستوى خيلي لأن ما كنت بدأ أنا في البليس معناه أنا ماشي صح. صح ما عرفنا إذا الصقلاوي كان تعبان أو لا، بس دام يوسف طاهر في البليس ما أقدر أقول شيء بعد. يوسف هاي الكلمة مو مقبولة بالنسبة لي. ما الخيل ما تحبه ما في أي مخلوق أحب إنه هو ينطق. لا أنا بالنسبة لي مقبول. ما تقدر تسوي شيء. تعال تعال. أنا شفته 61. شوف نتائج التصويت يقول لك 124 واحد قال. طبعا نقدر نقول في هالشوط ان جيم سنيلر ممكن راح يحتل المركز الاول والثاني والثالث ولا ليش لا، وهو معه صفوه ودوليه وشامخ في السباق والشوط توازن، بس مو صعب التوقعات. اول مره انت مع السعيده كانت مع جعفر صح؟ صح. فيعني شنو اكتشفت في السعيده؟ شنو بتسوي مع السعيده؟ السعيده اللي اكتشفت ولا اليوم بتكتشف؟ لا ان شاء الله مكتشف من قبل. اذا ترجع مستواها بتكون زينه. يعني فارس ما تحب التمرين مثل باقي الجيال، يعني ان شاء الله نتفائل بخير اليوم. صفوه هي اللي تتغلب على الشوط، بس يمكن تكون منافسه بين دوليه. صفوه الجمهور يقول صفوه ودوليه، بس عباس والبعينين ارائهم غير. عندك الرضاعي شامخ ودوليه وصفوه والسعيده يعني اوت اوف يعني سوبر كلمه شوي عليه. باقي التمرين ان شاء الله، باقي الريس ان شاء الله. جدير سوبر سوبر مو صدقه؟ لا ان شاء الله بعدين اتوقع دخول رضا. هاي تصريح قوي وانت تقول جدير سوبر. ايه نشوف النهايه السيناريو ايش يصير. اراضي المالك ها؟ اراضي المال عقب الشوط نشوف تحليلنا هل سوبر ولا عباس. جائزة لروف أند ريسينج انطلق الشوط الرابع على كاس شركة مصانع تايلوس طبعا بمسافة 1400 متر بانطلاقة 6 من الجهاد اللوكال هانديكاب من 0 إلى 45 بانطلاقة صفوة هي التي تتصدر السباق مع الفارس عبد الله فيصل، بينما تخطف الصدارة الآن من قبل دولية مع الفارس أندرو إلييد. صفوة تأتينا في المركز الثاني بينما ثالثا تتواجد شامخ والمركز وجديد في المركز الرابع فردية خامسا بينما لسعيدة في المركز السادس. إذا نعود إلى المركز الأول والصدارة مع دولية أندرو إلييد على صدارة هذا الشوط، تلحق به ثانيا صفوة مع الفارس عبد الله فيصل، بينما المركز الثالث تتواجد جديد مع الفارس حسن الصفار. شامخ في المركز الرابع بمحادات السياج بينما فردية في المركز السادس ولسعيدة في المركز السابع. إذا لا تزال الصدارة والمركز الأول مع دولية أندرو إلييد بشعار سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة على المركز الأول، بينما محاولات أيضا من قبل صفوة
مع الفارس عبد الله فيصل. فعلا ايها المتابعون الكرام لا تزال الصداره مع دوليه اندرو ايدي، وهنالك ايضا محاولات من قبل صفوه مع الفارس عبد الله فيصل. اذا خطوه بخطوه هنالك دوليه من جانب السياج، ومن الجانب الاخر صفوه لا تزال الصداره مع دوليه، وصفوه ايضا قادمه بقوه. فعلا دخول ثنائي على خط النهايه. أظن تعرفون شنو أبي أقول عن جديل، فما بقول، لكن لسعيدة وتوقعات عباس معه بعدي هاكو جاي تحلطم طايش يقول دعم وفلته على الرن من كذي بعدين ما رضت تمشي. عدا الانطلاقة الغير موفقة للسعيدة ما صار أي شيء آخر في مجريات السباق، لكن قد يكون فعلاً هذا اللي منعها من أنها تيفوتو فينش مع باقي الجياد. ما أعرف شو أقول عن الشوط، أنتوا اقرأوا أسماء المشاركين وفكروا شو بيصير. سنيكي قل في الأسبوع الأول ما شفنا منه ظهور حلو، يعني شفنا مستوى مو كان مستوى متعودين عليه نشوفه. بس هاي الحصان من نوع اللي ويا الريسات يفت روحه، حظوظه يمكن على المركز الثالث الخامس. هنالك ايضا يتواجد راعد والمركز السابع السادس. هنالك ايضا سنيك ايجل. اتوقع سيد فارج، يعني هو دوشامبي اول مره بيركض هالمسافه. وفحين لين الخيل طلعت من البوكس ما اعرف. ذروف اند ريسنج انطلق الشوط الخامس على كاس سيد شرف العلوي لمسافة 1800 متر بانطلاقة ست من الجيادة اللوكال. بانطلاقة أصلان هو الذي يتصدر السباق من البداية مع لين يومان، بينما تغير الصدارة الآن لمصلحة مشارف مع الفارس عدنان جعفر. أصلان في المركز الثاني، بينما دوشامبي المرشح الأول في المركز الثالث، فارج المرشح الثالث في المركز الرابع، بينما المركز الخامس هنالك أيضا يتواجد راعد والمركز السابع السادس هنالك أيضا سنيك إيجل. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول، لا تزال الصدارة والمركز الأول مع مشارف، مع المتمرن عدنان جعفر على المركز الأول، يلحق به ثانيا أصلان مع العفو ريسين مع لين يومان، بينما ثالثا يتواجد دوشامبي المرشح الأول في هذا السباق والحائز على المركز الثاني في مسافة 1400 متر في الأسبوع الماضي. والمركز الرابع يتواجد فارنج مع جرالد موسي، بينما المركز الخامس هنالك التقدم يأتينا من قبل سنيك إيجل مع عبد الله فيصل، وتأخر لراعد في هذا السباق. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، ولا تزال الصدارة مع مشارف سلالة أنجل فوز ومالتي ستور على صدارة هذا الشو. هنالك عدنان جعفر يحاول الهرب من السباق، لكن هنالك أيضا دوشامبي في المرصاد مع أندرو إليد، وهنالك أيضا محاولات أيضا من قبل أصلان مع لينيومان، هنالك أيضا فارنج وراعد. لا تخطف الصدارة من قبل المرشح الأول دوشامبي على صدارة هذا الشو. بوكربي وكتم على صدارة هذا الشو بكل سهولة وريحية، وهنالك محاولات أيضا من قبل أصلان وفارنج، لكن دوشامبي بكل سهولة يخطف صدارة الشوط الخامس على كاس سيد شرف العلوي. دوشامبي الصراحة اليوم أداء كان مو طبيعي، يعني حتى لو فارنج كان وزنه تحت كان ما بينافس. أعرف الشوط يمكن شوي ملل، بس أكيد ما بتمللون في الجاي. لأن في خيل باردة تحتاج أن تحركها وتضربها، وبالأخص حصان يحب الويب. بعد حديث طويل الأسبوع اللي طاف عن أشواط الفرسان المتمرنين الهاندز اند هيلز وآراء كثيرة بين مؤيد ومعارض،
أنا كنت وايد مستاءة من المجربين اللي قالوا إن لا الخيل تحب الضرب. يعني فوزي أنت فهمني، هل صدق في خيل تحب الضرب؟ ما في أي مخلوق يحب إنه هو ينطق، وما في شيء إن حصان يحب الطق. كلمة مو مقبولة بالنسبة لي. لا أنا بالنسبة لي مقبولة، هاي رأيك أنت الشخصي، أنا رأيي الشخصي لا، يحتاج الفارس إنه عنده معود. الحصان إذا بيغلب بيغلب من ويب أو اثنين بيغلب، واللي ما بيغلب له 20 ويب بعد ما بيغلب. في أنا ما قلت ليش إنه يعني يحب الضرب، يحب الضرب. في بعض الخيل تحفزها الويب كان إذا كان في صوت أو كان في يعني ويب واحد يحركه كذي، أما ضرب ما الخيل ما تحب. وش كثر أصلاً بتزيد يعني نسبة أو فرصتك في إن أنت تفوز لما تضرب؟ أوكي بتزيد بنسبة معينة. كم؟ 2%؟ لا 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 أزيد. إيش كثر؟ أزيد. خلنا نقول 15%. من وين دي النسبة؟ أوكي 15%. بس طب مو كل شيء. بس في خيل شوية كسولة تحتاج تشجيع أو تخاف تدش بين الخيل، وبعد تحتاج تشجيع. التشجيع على طريقتين، هي البوش من الجوكي او الويب عشان يشجع. والحصان الزين حتى بدفع في قوانين حق استخدام الويب في كل الاجراءات. إيه؟ عدد المرات إيه؟ ولا عادي على كيف؟ لا هني ما في، هادينهم على كيفهم. في قانون 7 بلد اسالي عنه، ما في عدد معين، بس اهم شيء ان كل ضربه الحصان يتجاوب. انزين وفي قوانين حق نوع الويب؟ إيه. اوكي في يعني في اللي في الكوشن. اي في الكوشن. اعتقد ان احنا يعني نحتاج نحسن مصطلحاتنا في ذي الناحيه. ان شاء الله صح. ليش لا؟ ما في مخلوق يحب ينضرب. يعني غير مصطلح ان الخيل تحب الضرب، هذه مشكله لازم تنحل. اذا المدربين انفسهم ما يعرفون ما اذا كان في قانون لعدد الضربات، فالبعض يقول في والبعض يقول لا، وبس عشان نسكر هالباب لازم الحين نعرف عدنان ضرب ولا لا. الحين عدنان ضرب لو ما ضرب انت شو تقول؟ شوف نتائج التصويت يقول لك 124 واحد قالوا انه ضرب، و79 واحد قالوا انه ما ضرب. هاي انت؟ إيه؟ كنت مصالح حط ما ضرب. شلون؟ حسين العجمي قال ضرب. انزين هذا مالك في النادي. عقب مبارك قال ضرب. انزين اذا ما عليه. سيد هادي. سيد هادي قال ضرب. طيب طيب. سيد عدنان كان ذكي انه حرك هذه الحركه، سوى الصاد الويب فوق شولدر الحصان وتحركت. كل الادله تقول انه ضرب، كل الادله، بس عدنان وين يقول الصدق؟ هاي ما يسمونه طق، اذا رفع وطق هذه يسمونه طق. لو في اي شيء كان خذوا على الستيورد. عاد هاي كانت نصيحه يوسف البعينين له. ما في فايده، قول له يوسف البعينين ها يجود هالطوف، ينصحه يمكن يسمع. عدنان ما بيسمع. يعني هو ضرب بس روحه ما يطيق تقريبا. لا لا يعني هم صراحه ما يعرفون ان انا فوق الحصان، انا قاعد ادفع زين وشابك في يدي يعني، فلا شعوريا يعني مو متعمد يعني مثلا اني ضربت. عرفت شلون؟ فن على قولتهم، فن جوكي. ضربه تابعه الشولدر يعني. هاي شنو يعتبر؟ مو بويب ضرب، بس مو الضرب اللي هو يعني أثر بالحصان، فإجباري لازم يسوي الحركة يضرب، لأن الويب في إيده ما يصير خشة. مو متأكد بالأبرنتسية مسموح ولا عند الهنزل، فكان لازم يوضحون لهم. ضرب وما يقدر ينكر. وعادي نتم نتكلم من الحين ليل الأسبوع الجاي، وأنا توقعت إن المدربين بيتفقون على رأي، لكن عقب هالكلام أعتقد إن نحتاج رأي فني للي صار. انهم مفروض يعني اللي شجعوا الحصان بالعصا مفروض تلغن يعني النتائج مالته. اوكي فعاد هل هو يتم تطبيقه؟ ممكن مراجعه ويا وش اسمه ويا اللجنه ومن باب الاختصار، وعشان ما افتح موضوع هالشوط بعد خلاص. لازلت على رايك؟ اي انا لازلت، وهي راجع بعد لهم. انت لو بتطالعين الاسبوع اللي راح نزلوا من هني بس قاصنهم اكسجين يخلون عليهم، مو قاعد يتنفسون. صح. من شنو؟ صح. لياقه مو موجوده، وهو الويب اللي هو الخيار الاسهل يعني. يعني في ناس يقتنعون في ناس ما يقتنعون، بس انا مقتنع ان الفارس يحتاج الويب.
يعني كشفت انت شفتي حصان كله على الفون ايش تعملون الود يعني انت الهدف من هذا كله الهدف من هذا الشوط زين مو عشان جليل يغلب كمضمر او يوسف او علي او حسين لا الهدف ان انا اجهز لي جيل من الفرسان عنده مخ يفكر يقدر يوقت متى ينطلق مو لازم عندي عصانة لازم اضربها زين ليش الفرسان الاجانب مثلا تشوفينهم الى سن كبير يواصلون مثال اللي عندنا جيرالد موسى كاتبين عنا ارتكل قبل فتره انه يعتبر من واحد الفرسان الكبار في السن اللي قادر يحافظ على مستوى ويقدم مستوى زين احنا اذا شبابنا هني وهو في سن بين العشرين للثلاثين وما قادر انت تحط لروحك جود فتنس ايش بتسوي لي اذا وصلت 40 انه اوكي ما يفتحون لنا كلش يعني يعطونا ليميت لا لا خلص انا بقول لهم ما يعطونكم ولا واحده لا ليميت يعني 3-5 لا انا ما اوقف مع قرار النادي هذه اتس يور بروفيشن خلاص انت محترف هالمهنه انت مو بارت تايم قاعد تشتغلها على ما سواء تخلص جامعه او شيء وبتتجه لوظيفه ثانيه فنفس ما الانسان يعني سواء يستثمر في اموال او يستثمر هذا ينظر انت استثمر في نفسك انت راس المال نفسك اذا انت في هالسن يعتبر شباب وقادر انك تسوي وما قدرت انك تكون فت ما تقدر تسوي شيء شوط مفتوح في جياد جديدة أول سباق لها في هذا الموسم مو كلهم طبعاً بس أتوقع إذا قرينا الأسماء ممكن نقول فرس العفو ريد أكشن إغنيشن وفيرس فيرس وقمادي هذا أقول واحد منهم يجي الأول أو ما أعرف من أختار بس أعرف إني أبي أسأل عن فجيرة برج ايه انزين ذاك الموسم تذكرون يوم فوز يوم فوز جميل الصراحة واستنسنا لأنه كان من زمان مفايز وإلى آخره فشنو بنشوف من فجيرة برج هالموسم هل بيثبت لنا أنه هو فوزه فعلا كان باستحقاق ولا بالغلط ايه ما في حصان بالغلط هذا الخيل هاي اب اند داون يعني الغلط كان ولا لا؟ والغلط صعب بالغلط الشاطر بألف ترى زين؟ فبجيرة حسب ما وصل لي يحتاج بعد بدري يصير احسن اليوم يبين انه يعني يقدم في الموسم والله لا لان اليوم جاي حق تجهيز اذا اليوم قدم في التجهيز يعني يبين في الموسم الحصان بيعطينا ان شاء الله احسن من الموسم اللي فات فاند ريسينج انطلق شوط السادس على كاس شركة مصانع بلاستيك تايلوس من مسافة الميل هانديكاب ينطلق من 0-85 للجياد المستوردة ثير بريد بانطلاقة روك ويف هو الذي يتصدر السباق من البداية يلحق به ثانيا مشتاق مع الفارس ابراهيم نادر امبرسس في المركز الثالث بينما انكلينيشن تاتينا في المركز الرابع والمركز الخامس هنالك ايضا تتواجد جين سول فايزة في اخر مشاركتها في الموسم الماضي والمركز السابع هنالك فورورد ثينكر مع روزي جيسب هنا تغيرت الصداره والمركز الاول مع مشتاق خطوه بخطوه مع انكلينيشن والمركز الثالث امبرسس بينما فورورد ثينكر في المركز الخامس والمركز السادس هنالك ايضا تدخل ياتينا من قبل جينسو اذا نعود الى الصداره والمركز الاول حتى الان مع مشتاق الذي يشارك اول مشاركاته خطوه بخطوه مع انكلينيشن امبرسس في المركز الرابع بينما فورورد ثينكر تاتينا خامسا جوماتي بمحادات السياج في المركز الخامس هنا الدخول في الخط المستقيم الان باتجاه خط النهايه هنا تغيرت الصداره الان لمصلحه الجواد هنالك لدينا الجواد مشتاق هنا
انطلاقة كوماتي ينطلق انطلاق موفق مع الفارس حسين مكي ومحاولات ايضا من قبل انكلينيشن، لكن كوماتي مع الفارس حسين مكي هو الذي يتصدر السباق، وهنالك ايضا محاولات من قبل المشتاق، لكن كوماتي بكل سهولة وريحية يطير الى سادس اشواط الامسية. اذا كوماتي فيه من يختم صدارة هذا الشوط ومحاولات الحين انت تقول حق الجسم يجدد خيل اخر شيء انت تشتري من عنده خيل كنا كوماتي بكل سهولة وريحية يطير الى سادس اشواط الامسية. اذا كوماتي كان عند فوزي قبروح عند الجسمي ما أدى شيء، وحين اليوم سويته في قوماتي على هاي أسرار المهنة. مفروض عقب فوز قوماتي ما أتكلم عن أحد غير، بس مشتاق أول سباق هني ومركز ثالث فوتو فينش يستحق الكلام. لا صاير دوم للمنافسة ما إلا حق يثبت وجوده. دوم شفت حلقاتنا يعني شفت اللي قالوا، كل ما سألتهم من بيقول لي هالموسم أنا موجود قالوا لي خالد هلال. اليوم كانت له تجربة أنا بالنسبة لي جدا ناجحة وطيبة، بنجربه تجربة ثانية إن شاء الله في سباق ثاني يمكن على نفس المسافة، وبعدين ممكن إنه يكون من الخيل الطيب. جنسوت عرقلت شوي قبل البوابات انقلبت حتى الجوكي ما كان بيركب، بعدين ركب ما كان اليوم لها نصيب الحمد لله، بس فرس ما زالت فرس ما شاء الله عليها ممتازة، وبتشوفونها في سباقات الجاية إن شاء الله. يعني بعد الحمد لله خيل جديدة قريب توصل إن شاء الله. متى؟ 28 هالشهر. جبتوها من وين؟ من مزارة ترسيل الأخير. أوكي. عندنا يعني شباب وبالأخص المالك فيصل فليفل ما شاء الله شاري خيل طيبة وخيل تبشر بخير، تصنيفاتها عالية. تنازلي بدأ 100% جاهزين، غير لما أقول غلبت كأس بحرين الدولي ممكن إعادة النظر. واللي في بالي في بالي المفترض أن أمريكان أرتست هو اللي يفوز بالشوط. ما في شيء مفروض، فالشوط توازن من 0 لـ90 وهالأشواط وهالأوزان المختلفة عشان فرص الكل تكون متساوية. ممكن نشوف مفاجأة في هالسباق؟ ما أعتقد. إنزين ممكن نشوف أمريكان أرتست خصوصاً بعد السباق التجهيزي ذاك الأسبوع؟ ما أتوقع. روف اند ريسينج انطلق آخر أشواط الأمسية على كاس شركة مصانع بلاستيك دايلوس من مسافة 2000 متر هانديكاب من 0 إلى 90 للجيادة المستوردة ثير بريد بانطلاقة مكاك هو الذي يتصدر السباق، بينما تخطف الصدر الآن من قبل نايجل مع عبد الرحيم جاسم. مكاك يأتينا في المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتواجد أمريكان أرتست بمحادات السياج، وبجانبه في المركز الرابع يتواجد تقاسيم، والمركز الخامس هنالك أيضا يتواجد تاميرلين مع بادي ميثرز، والمركز السادس أيضا هنالك الجواد ويسل ستوب، سابعا هنالك برانس كوب، وأيضا موالي في المركز الثامن ودايركت مسج في آخر الجياد. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول، لا تزال الصدارة والمركز الأول مع نايجل عبد الرحيم جاسم على صدارة هذا الشوط، يلحق به ثانيا مكاك أيضا بنفس الشعار، شعار فيكتوريس على المركز الأول والمركز الثاني، والمركز الثالث يتواجد أمريكان أرتست مع العاديات ريسينج بقيادة جيرالد موسي، تقاسيم رابعا ويسل ستوب في المركز الخامس، والمركز السادس تاميرليند، وأيضا موالي في المركز السابع برانس كوب في المركز الثامن، ولا تزال حتى الآن دايركت مسج في آخر الجياد. هنا الدخول في المنعطف الأخير الآن والاتجاه خط النهاية، لا تزال الصدارة تخطف الصدارة الآن من قبل مكاك مارشال جارس الذي يبحث عن ثاني انتصاراته في هذه الأمسية. هنا تخطف الصدارة الآن من قبل مكاك
الكوك نايجل في المركز الثاني، بينما انطلاقتي ايضا وسلستوب ينطلق مع العماني انس السيابي. فعلا ايها السيدات والسادة، مكاك على صدارة هذا الشو، بينما تخطف الصدارة الان من قبل وسلستوب مع انس السيابي، موالي ايضا قادم بقوة. فعلا ايها المتابعون الكرام، وسلستوب مع انس السيابي ومكاك ايضا في محاولة ومواول. اي فعلا ايها المتابعون الكرام، وسلستوب من يخطف صدارة الشوط السابع مع انس السيابي، مكاك في المركز الثاني، موالي. موالي ومكاك ما خيب الظن، جاء وثاني ثالث يعني بعد مستواهم زين، بس ويسل ستوب كان مفاجأة من العيار الثقيل. وأمريكان آرتست بخليه في حالة هالأسبوع، وأنس وبهالفوز قاعد يبدع في ريس البحرين، يعني طالع الأشواط الحين، احنا قد وصلنا الأسبوع الثالث، يعني لازم نحقق له مراكز ثاني غلب، فأي حصان يحصله يتمسك بالفرصة اللي يحصلها يعني. شنو أخبار السباق الدولي؟ يمكن يعني إحنا آخر شيء شفنا الأخبار اللي نزلت وشفنا الفيرست إنتريز. نعم. وين وصلنا؟ والله شوفي، جميع القائمين على تنظيم السباق طبعاً جاهزين إن شاء الله ومتحمسين للسباق، ومثل ما أنتي تفضلتي الفيرست إنتريز كانوا 64 إنتريز. طبعاً الاختيار بيتم بناءً على التصنيف وعلى أعلى خيل موجودة في القائمة. اي يعني احنا بس 14 اللي بيتم. اي نعم، بس السباق يعني تم تحديده ل 14 راس. طبعا بيكون في مكان حق عدد من الخيل من البحرين، وباقي الجهات كلها بتكون ان شاء الله من دول اوروبية. مثل ما انت شايفه في القائمة عندنا مشاركين من بريطانيا، من فرنسا، من ايرلندا، من المانيا. عندنا ملاك ومضمرين من اكبر الملاك المضمرين من جميع انحاء العالم، مثل جودولفين، عندنا كينج باور ريسينج من بريطانيا، المضمرين جون غوزدن، روجر فاريان. هذه الأسماء اللي احنا كنا نتمنى يشاركونا السباق. اي يعني كأول مرة، يعني انا الصراحة بعد تفاجأت بالعدد اللي اللي كان في التداخل. والله يعني كانت سلسلة من الحملات الترويجية، صارت في بريطانيا في شهر 7 وفي شهر 10، لقاءات مع المضمرين والملاك، وكنا واثقين في ذاك الوقت لأن شفنا ردود أفعالهم جدا إيجابية وكانوا متحمسين للمشاركة. فطبعا السباق الدولي بتكون يعني نقطة انطلاقة لاستضافة سباقات أكبر في المستقبل، بتكون تجربة جميلة للجميع، أتوقع بنتعلم منها، وأتوقع بنحقق الهدف اللي احنا نبي نوصل له. يعني احنا آلية الاختيار مثل ما ذكرت هي بتكون على حسب التصنيف. نعم. اوكي، هاي التداخيل في بعدها تداخيل ثاني؟ يعني في ناس كانت تبي تضيف خيل ولا يوم بس اللي كانوا يوم الاحد بيعلنون الفاينل ديكلاريشن الساعه 11 على الكالندر. كان في فتره كلوزنج وكان في سبلمنتري فيس، وفي ناس دخلوا سبلمنت، لكن يوم الاحد ان شاء الله بنعلن عن كل الجياد المشاركه. أذكر العام يعني في حلقة ختام الموسم. نعم. في لقائنا مع سمو الشيخ عيسى بن سلمان. نعم. فهو أعلن عن السباق الدولي، فسألته سؤال. السباق الدولي نقطة وايد مهمة، يعني إحنا كنا نتكلم ونسأل نقول متى بنسوي، متى بنوصل، متى بيصير. الحين دام أعلن فمعناته إن إحنا خلاص وصلنا وبيصير. فأتي طبعاً عندنا أسئلة ثانية، هل إحنا اليوم مستعدين وجاهزين لاستضافة سباق دولي من جميع النواحي؟ وإذا ما كنا مستعدين شنو الخطوات اللي بتصير من هذه الفترة ليه وقت استضافتنا حق هاي السباق؟ بنكون جاهزين. فأنا أبي اليوم أسألك نفس هاي السؤال. نعم. اليوم إحنا باقي لنا أسبوع على السباق الدولي. نعم. إحنا فعلا جاهزين؟ 100% جاهزين من كل النواحي، ومن أهمها النواحي الفنية، من ناحية تنظيم سباق بالحجم ذي، في الجوانب اللي حسينا أنه يستدعي الاستعانة بخبرات من الخارج، في مجموعة بتكون إدارية وفي مجموعة بيكون تخصصها فني بحت في مجال سباق الخيل. فأنا حسب تقديري إن شاء الله أن بنكون جاهزين 100%،
وبيكون سباحنا سباق ناجح باذن الله. يعني الحين تعرفون الخيل متى بتوصل عشان بعد احنا هني ويا اهل الخيل نصور وكل شيء؟ 18 بيوصلون الخيل واكثر الضيوف بيون تاريخ 19. اوكي. الضيوف تقريبا عددهم 75 شخص من ملاك، مضمرين، فرسان، اعلاميين واداريين. ف يعني هي فرصه طيبه من ناحيه سياحيه، من ناحيه ترويج للبحرين. ان شاء الله يعني بنعد برنامج جميل للجميع وان شاء الله يستمتعون. النادي او خلينا نقول مملكه البحرين لما نعم. تستضيف سباق دولي يعني لاول مره نعم. لابد وان في رؤيه حق هذا السباق وحق شنو عقب هاي السباق، وين بنوصل؟ شوفي الرؤيه يعني الرؤيه واضحه والهدف تم تحديده. الهدف الرئيسي لنادي الفروسية الارتقاء بالتصنيف الدولي لمملكة البحرين بناء على تصنيف المنظمة الدولية لسباق الخيل اللي هو IFHA. طبعا على أساس نرتقي في التصنيف في معايير لازم احنا نحققها على أساس نرتقي في التصنيف. من أهم المعايير استضافة سباقات مثل هذه والمشاركة تكون تليق بالمستوى الدولي من ناحية الخيل المشاركة، من ناحية الملاك والمضامرين الموجودين بيتم تقييم. فالهدف الرئيسي الارتقاء بالتصنيف، وإن شاء الله يعني بتوجيه الهيئة العليا ودعمهم، طبعا سمو الشيخ عبد الله بن عيسى رئيس الهيئة العليا وسمو الشيخ عيسى بن سلمان نائب رئيس، إن شاء الله بنقدر نوصل الهدف اللي نبي نوصله إن شاء الله. الأحلام فعلا تتحقق إذا آمنا إنها ممكن تكون واقع مو بعيد المنال، لكن كل اللي نحتاجه صبر وحنكة وذكاء. وترى ما كان هذا ختام الحديث عن السباق الدولي ولا نهاية اللقاء، فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير. عند أهل الخير. على رأس القائمة على أقل تقدير لما أني بننظم سباق دولي هو المحاجر. إحنا عندنا المحجر كمبنى، عندنا من أحسن ما يكون. ممكن إعادة النظر، مو بملائم، يمكن في إجراءات تخص هيئة رعاية شؤون الخيل من ناحية